حامل وعم تحضري لاستقبال مولودك الجديد؟ عندك بيبي وعم بتدوري على غرفة نوم مميزة؟ محتارة بقطع الأثاث اللي لازم تكون موجودة بغرفة الطفل؟ خلينا ناخدك بجولة جوا معارض جوايكو لنفرجيكي غرف نوم الأطفال الجديدة. اليوم ومن خلال شركة جوايكو محضرين لك دليل بأهم قطع الأثاث اللي لازم تكون موجودة بغرفة نوم طفلك. القطعة الأولى هي تخت نوم الأطفال. من المعروف إنه طفلك بينام من 14 ل 16 ساعة بالأسابيع الأولى من حياته، والنوم المريح بيساعد على نمو صحي لطفلك، خصوصاً بفترة الليل لما يكون الجسم عم بفرز هرمون النمو. ميزات التخت اللي بتلاقيه عند معارض جوايكو إنه بتقدري تتحكمي بارتفاعه، وهذا مهم كتير لأمان طفلك لما يبدأ يوقف على التخت، وكمان بيريحك وانتي حامل الطفل وبدك تحطيه بالتخت. الميزة الثانية إنه في قطعتين من الخشب بتقدري تقيميهم من التخت، وبقدر الطفل لما يبلش يزحف ينزل من خلالهم ليجي عندك بساعات الصباح الباكر. الميزة الثالثة للتخت إنه بيخدمك لمراحل متقدمة من عمر الطفل، وهذا بيصير باستبدال القواطع الخشبية بقاطع خشبي لنحول تخت الطفل الصغير أو البيبي لتخت طفل كبير. الميزة الرابعة للتخت إنه بيجي مع فرشة مميزة للطفل، في إلها جهتين، جهة طرية للطفل الرضيع وجهة أصلب شوي للطفل بعد عمر السنة. بالإضافة لهاي الميزات تعتبر هاي الفرشة صحية ومعالجة ضد الحساسية. القطعة الثانية اللي لازم تكون موجودة بغرفة طفلك هي طاولة الغيار. رح تحتاجي تغيري من 8 ل 12 مرة بال 24 ساعة بالأسابيع الأولى للطفل. من مميزات طاولة الغيار اللي بتلاقيها عند معارض جوايكو إنه ارتفاعها مناسب وفيها مساحة واسعة لوقت الغيار، وهي بتعطي راحة وأمان لطفلك. خزانة طاولة الغيار هاي فيها ميزة إنك بتقدري تقيمي طاولة الغيار وتحوليها لخزانة جوارير. الجوارير مساحاتها واسعة وسهلة بالفتح والتسكير، وبتقدري تخزني فيها أغراض وملابس الطفل. بإمكانك وبشكل اختياري تضيفي صندوق صغير بتركب على طاولة الغيار وبتستعمليه لترتيب حفاظات الطفل اليومية. القطعة الثالثة هي خزانة الملابس الرئيسية. تعرفي إنه رح تحتاجي أكثر من 40 قطعة ملابس للطفل حديث الولادة. كل هاي الملابس تحتاج لمساحة للتخزين. تتميز الخزائن اللي بتلاقيها بمعارض جوايكو إنها واسعة ومقسمة بطريقة مريحة لتخزني ملابس وأغراض طفلك. القطعة الرابعة هي كرسي الرضاعة الطبيعية. رح تحتاجي ترضعي طفلك من 8 ل 12 مرة بال 24 ساعة بالأسابيع الأولى من حياته، عشان هيك رح تلاقي الكرسي المناسب بمعارض جوايكو. ميزات الكرسي إنه مريح للجلوس أثناء الرضاعة الطبيعية، وبلف على اليمين وعلى الشمال، وهاي الهزة الخفيفة بتساعد الطفل على النوم بعد ما نكون خلصنا الرضاعة الطبيعية. كل هاي القطع بتريح طفلك وبتسهل وبتنظم مهامك الأساسية كأم، وبتخفف من التوتر النفسي والعصبي اللي ممكن يصير بأول أيام بعد الولادة وحتى بالمراحل اللاحقة. كل هاي الميزات بتلاقيها بقطع أثاث غرف نوم الأطفال من جوايكو.